السلام عليكم، معكم هاشم. اليوم عندنا طريقة تحديث واجهة لوحة التحكم. مثل ما تشوفونها، ها هي الواجهة الجديدة. طبعا الطريقة جدا سهلة، فقط تابع الشرح، ولازم يكون جهازك اندرويد 12 زائد الميوي 13. تابع الشرح. مرحبا بكم مرة أخرى. مثل ما تشوفون، هذه هي لوحة التحكم القديمة، وأكيد قبل تسوي التحديث خاص بالواجهة والنظام لازم تسوي النسخة الاحتياطية لجهازك قبل تثبت التحديث الجديد. وهسه لازم تروح على الإعدادات حتى تسوي نسخة احتياطية. مثل ما تشوفون، الجهاز عندي هو النسخة جلوبال ريدمي نوت 10 برو ماكس، وأكيد لازم تنقل النسخة الاحتياطية على الحاسبة أو على الرام حتى لا تفقدها اثناء فرمتة الجهاز. هسه اول بداية نروح نسوي النسخة الاحتياطية، نروح على الاعدادات وحول الهاتف، بعد ذلك النسخة الاحتياطية والاستعادة، ندخل عليها الجهاز المحمول مثل ما تشوفون. هسه هنا أنا راح ندخل كلمة السر خاصة بقفل الجهاز، بعد ذلك نعطيه التالي. هسه راح نحدد الملفات المطلوبة اللي احنا نريدها ونسوي النسخة الاحتياطية وتنقلها على رام او الى الكمبيوتر. هسه راح نعطي النسخة الاحتياطية وننقل الملفات، ننتظر الى ما يكمل. وهنا بعد ما كمل النسخة الاحتياطية ننطي انتهاء ونطلع من البرنامج. بعد ذلك نروح على مدير الملفات ونثبت التحديث الخاص بالواجهة، موجود الرابط أسفل الفيديو بالوصف، تقدرون تنزلون الملف تحديث. بعد ذلك نروح على الداونلود ونبحث عن الملف. هذا هو مثل ما تشوفونه MIUI System UI. هسه نثبت الملف، بعد تثبيت الحزم، بعد ذلك نعطيه تحديث. هسه ننتظر الى ما يكمل ونشوف اذا طبق التحديث او لا. هسه جاي يفحص بالتحديث. هسه بعد ما كمل نطلع وننزل لوحة التحكم. مثل ما تشوفون هسه ثبت التحديث وماكو اي مشاكل. طبعا لازم جهازك اندرويد 12 مع واجهة الجهاز هي الميو اي 13. طبعا هذه الطريقة ما تشتغل على اندرويد 11 ولا على اندرويد 10. والى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم هاشم، الى اللقاء في فيديوهات اخرى.